الحقيقة النهاردة السينما المصرية فقدت واحد من أبرز صناعها ومبدعيها، المخرج الكبير أحمد يحيى، المخرج اللي دخل قلوب الناس كممثل وهو عنده 10 سنين بس لما عمل دور أخو عبد الحليم حافظ الصغير، فاكرين؟ في فيلمين، في حكاية حب وفي فيلم تاني اسمه إيه يا جماعة؟ أعتقد البنات والصيف، أكيد حافظين تفاصيله لغاية دلوقتي، خصوصا فيلم حكاية حب. النهاردة يعني حينما نتذكر أحمد يحيى أدى دوره هو الصغير وكأنه ممثل محترف بقاله سنين بيشتغل، لكن الراحل أحمد يحيى رغم نجاحه المبكر في التمثيل اختار هو أنه يسيب التمثيل و يدخل ويحترف مجال الإخراج السينمائي يعني، وقدم بعد كده أفلام من أبرز يعني أفلام لنجوم كبار جدا، رشدي أباظة، فريد شوقي. على فكرة رشدي أباظة وفريد شوقي بالذات كانوا يحبوا جدا أحمد يحيى، كان هو بالنسبة لهم المخرج المفضل. عمل كمان لعادل إمام كراكون في الشارع مثلا، حتى لا يطير الدخان، حسين فهمي، صباح، نجوم كتير جدا قدر يقدم بيهم مجموعة من روائع السينما المصرية. فاكرين فيلم ليلة بكى فيها القمر بتاع صباح؟ الفيلم العظيم ده لما غنت ساعات ساعات وهي بتتمشى على البحر، والمشاهد البديعة دي من إخراج أحمد يحيى. وزي ما قلت لكم حتى لا يطير الدخان، يا عزيزي كلنا لصوص، رجل له ماضي، كل دي أفلام مهمة جدا كانت بتوقيع وإمضاء أحمد يحيى الله يرحمه. دايما كان يعني بيذكر موقف مهم جدا عن واحد من أهم أفلامه اللي هو لا تبكي يا حبيبي العمر، وإزاي أن الرئيس الراحل أنور السادات لما شاف الفيلم اتأثر بيه جدا لدرجة أنه عيط، الرئيس عيط. ولما تقابل معاه سأله رئيس السادات هو أنت عندك كم سنة؟ قال له أنا عندي 30 سنة يا رئيس. فالسادات قال له وزنك كام؟ قال له 52. أحمد يحيى يعني طول عمره كده يعني رفيع يعني، رد عليه رئيس السادات باستغراب وقال له بقى أنت بقى اللي قدرت تبكي أنور السادات بفيلمك الخطير ده. الله يرحمه المخرج أحمد يحيى كان متميز في ترجمة المشاعر الإنسانية على شاشة السينما، عشان كده أعماله بجد أثرت في وجدان الملايين وقدرت تعيش وتستمر لحد النهاردة. خالص عزاءنا لأسرة الراحل أحمد يحيى ولكل صناع السينما في مصر. وداعا أحمد يحيى.